على مسافة قريبة هو عنوان المعرض الفني للشهيدة الراحلة شيرين أبو عاقلة الذي أقيم في مركز السلام ببيت لحم تخليدا لذكراها. فالمعرض هو من إنتاج ورسم طلاب وطالبات المعهد العالي للإبداع المقدسي، حيث عبروا برسوماتهم عن انتمائهم للمدينة المقدسة وحبهم لشهيدة الصحافة شيرين أبو عاقلة. أنا بوصل معاناة شيرين، معاناة الشعب، معاناة فلسطين كامل عن طريق الرسم. وشيرين طبعا 25 سنة من العطاء للشعب الفلسطيني، فبتستاهل إنه ينعمل لها هيك إشي وأكثر كمان. هاي اللوحة لوحة شيرين أبو عقل اللي أنا رسمتها كانت كلمسة وفاء منا كفلسطينيين وكمقدسيين لروح شهيدة شيرين أبو عقل. الصور يعني مش لازم برضه تكون حزينة أو فيها أشياء حزينة، لازم مثلا نعملها بطريقة حلوة، تكون حلوة، تكون كرسمة وكلوحة حلوة وكلمسة وفاء منا إلها. ينقسم المعرض إلى قسمين، زاوية خاصة باللوحات عن الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وآخر يركز على معاناة المقدسيين وأبناء شعبنا بشكل عام. في عنا مجموعة قضايا، في عنا مجموعة أعمال فنية، في عندي مجموعة تتحدث عن مدينة القدس، المسجد الأقصى والبادرة القديمة، وفي عندك مجموعة بتتحدث عن المعاناة للاجئين والأطفال، وفي عندنا المجموعة الأخيرة اللي هي بتتحدث عن استشهاد مراسلة الجزيرة اللي هي شيرين أبو عاقل. طبعا لكل قضية في لها معاناة، لكن أكثر قضية لامست يعني قلوب الجميع اللي هي استهداف شيرين واستشهادها. استشهاد شيرين أبو عاقلة ومقتلها بهذه الطريقة وبهذا الاستسهال لإطلاق النار هو فجر هذه الطاقات، بل هو وحد الشعب الفلسطيني جميعا بكل فئاته في كل تاريخ أو في كل أماكن أرض فلسطين التاريخية. لذلك الرسالة واضحة، شعبنا الفلسطيني وفي لشهدائه ومناضليه ولكل رموزها الوطنية، سيبقى وفيا لهم حتى يتم تحقيق أهدافهم. ويجسد المعرض من مهد المسيح عليه السلام رسالة وفاء للروح الصحفية شيرين، شهيدة الوطن والإنسانية وفارسة الحق والحقيقة، وأن جريمة اغتيالها تستوجب محاكمة دولية لجيش الاحتلال على جريمته بحقها واستهدافه لكافة الصحفيين. هاني فنون، تلفزيون فلسطين.